النهارده بتمر علينا الذكرى ال 52 لوفاه الزعيم جمال عبد الناصر واللي رحل في يوم 28 سبتمبر من عام 70 لكن يظل ناصر في قلوب الملايين. الزعيم اللي كانت افكاره وقراراته دايما بتعبر عن انحيازه للبسطاء من الشعب. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بنرحب بالاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. صباح الخير عليك يا استاذ صباح الخير اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. في البدايه ما سر بقاء حب جمال عبد الناصر في قلوب المصريين في قلوب الملايين من المصريين في ذكرى ميلاده في 15 يناير الناس بتحتفل في ذكرى وفاته الناس بتحتفل وبيحتفلوا بيه كانهم بيحتفلوا بالثوره بالظبط لان عبد الناصر ببساطه منحل لهم آه قام بثوره من اجلهم آه قدم مشروع وطني آه للشعب انشا طبقه متوسطه كانت هي رمونه الميزان آه في الجمهوريه على مدى عمره حتى حققت الانتصار العظيم في اكتوبر 73 قوات حركة التحرر ليس على مستوى القطر المصري مع على مستوى الأمة العربية ومستوى القارة الأفريقية وكان أحد أقطاب عدم الانحياز في العالم عبد الناصر زعيم حرب الاستعمار بلا هوادة وانتصر عليه في كل معاركه إلى أن حدثت طبعا كارثة 5 يونيو 67 لأنه استعد لها بحرب الاستنزاف العظيم واستعد بناء القوات المسلحه حتى يتم ازاله اثار العدوان ورفع شعار لا صوت يعلو فوق قوات المعركه. عبد الناصر هو عجينه مصريه مم. يعني كل مصري يحس أنه هو ابوه اخوه عبر عنه عن الامه وعن احلامه ولذلك عبد الناصر في كل الهبات الصوره بترتفع ليس في مصر فقط ولكن في كل المحيط العربي في كل الامم العربيه مم. في كل معاركنا ضد الاستعمار جمال عبد الناصر وخطبه بتبقى جاهزه يعني التحديات اللي واجهت مصر اسمه حكم عبد الناصر يعني نفسها التحديات اللي بتواجه رئيس السيسي حاليا لذلك العمليه العمليه واحده يعني ان عبد الناصر زعيم قدم لهذا الشعب ولهذه الامه ما يجعله خالدا في قلوب كل المصريين والعرب بل كل الشعوب الافريقيه والاسيويه احنا افريقيا عندنا لنا نفوذ كبير بسبب عبد الناصر هو احد الاباء المؤسسين للقاره الافريقيه واحد الاباء المؤسسه لحركه الحياد الايابي وعدم الانحياز طيب عبد الناصر والفلاح المصري واللي عمله عبد الناصر للفلاح المصري ومساله انه وزع على كل واحد خمس افدنه وتاثير ده على على الناس وتاثير ده لحد دلوقتي على الفلاح المصري وين عبد الناصر عندما وزع عمل الاصلاح الزراعي وحجز الملكيه ووزع على مباشره خمس ده كان بيرجع لهم حقهم م. لان لما محمد وكان علي كان يعي تماما معاناه الفلاحين اه لا ومحمد علي لما جه هو يمتلك كل الارض المصريه م. وبدا يديها هبات هبات لرجاله وبالتالي دي ارض الفلاحين رجعت الفلاحين تاني يعني عبد الناصر صحح التاريخ صحح ما كان ضائع من المصريين فعاد لهم اراضيهم مره اخرى الاصلاح الزراعي لم يكن فقط بس تحديد ملكيه ولكنه كان تطوير للقريه المصريه ايضا يعني القريه المصريه دخل لها الكهرباء في عهد عبد الناصر، دخل لها المدرسه في عهد عبد الناصر، بقت الجامعات الاقليميه في عهد جمال عبد الناصر، وبالتالي هي كانت انا اتكلمت عن الطبقه المتوسطه ما دي الفلاح المصري والعامل المصري اصبحوا هم يعني اهم مكونات الطبقه المتوسطه المصريه. ثم اتاح لهم التعليم المجاني حتى الجامعه وبالتالي عبد الناصر تاثيره ليس عند الفلاح المصري ليس عند فقط انه وزع انه حد انه عمل الاصلاح الزراعي وحد الملكيه ولكنه يعني خلق حياه جديده لابناء الفلاحين اللي كانوا المفروض كلهم بيطلعوا زي ابائهم بقى منهم المهندس وبقى منهم الطبيب ومنهم الضابط ومنهم وكيل النيابه ومنهم العالم وهكذا فعبد الناصر يعني انشا طبقة جديدة عمدها الفلاح المصري والعامل المصري عظيم وحضرتك بتتكلم عن تأثير الثورة مش بس على مصر في حركات التحرر في العربية والأفريقية لا كمان اللي حضرتك بتذكره دلوقتي في أنه خلى فيه مهندسين مصريين وأطباء مصريين برضه هم اللي طلعوا بره وهم اللي علموا ناس كتيره بره في هذا ودي التوقيت ودي كانت اهم قوه مصر الناعمه الفن اللي في عبد الناصر تطور كبير جدا مسلسلات التلفزيون م. وايضا العامل والمهندس والطبيب المصري اللي طلع اصبح تاثيره في الوطن العربي وفي افريقيا تأثير كبير جدا، ما زال حتى الآن أحد أسباب النفوذ المصري في الأمة العربية هو ما فعلته القوة الناعمة المصرية اللي هي أساسا أنشأها عبد الناصر بعد 23 و52. طيب كمان القلاع الصناعية الكبرى اللي أنشأها عبد الناصر بعد الثورة واللي أحدثت نوع من الحراك الاجتماعي الكبير ما بين الناس ووفرت الكثير من فرص العمل للناس. اعتقد ان ده برضو كان جزء كبير من حب الناس لجمال عبد الناصر نعم لان عبد الناصر عمل قاعده صناعيه ضخمه واهتم بالصناعات الاستراتيجيه وملكها للدوله و الحديد والصلب والاسمده طبعا في كل المحلة. الصناعات الاستراتيجيه في العالم اللي في مصر عبد الناصر عملها وعمل وانشا القطاع العام في عام 61 واهتم بحقوق العمال حدد لهم ساعات العمل وبعدين عمل لهم معاش لهم ولغيرهم من اجل ان يوفر لهم حياة كريمه حتى بعد الخروج الى المعاش وكانت وكنا تقريبا عبد الناصر محققين الاتفاق ذاتي يعني الدولار كان في عهد عبد الناصر كان بثلاث باقل من 43 قرش فيعني كان لان احنا ما بنستوردش حاجه وعشان كده الشعار الرئيسي السيسي في المبادره قال هو حتى كان بيلبس حاجات صناعه محليه صناعه المحله بدله المحله وبيجام المحله وكان نموذج الرئيس السيسي امبارح بيقول لك عايزين نعمل صادرات 100 مليار دولار امبارح وبعدين قال لك عايزين نحقق اكتفاء ذاتي ما هو ده نفس المشروع ده جمال عبد الناصر كان عايزين اكتفاء ذاتي والدولار لن الدولار لن يهبط انخفاض قيمته في مصر الا اذا احنا حققنا الاكتفاء ذاتي واصبح لا قيمه له في مصر ما انت عم محتاج الدولار ليه؟ عشان بستورد مين طب انا حققنا اكتفاء ذاتي في كل حاجه مش عايزين الدولار في حاجه وبالتالي جمال عبد الناصر كان واعي لهذه النقطه كويس قوي وكان منحاز للناس بشكل كبير ومنحاز للدوله للدوله الوطنيه اللي كان عايز ينشاها وعارف انه هيواجه من الاستعمار مواجهه ضاريه وتصدى طيب نقطه بقى غايه في الاهميه سياسه مصر الخارجيه في هذا التوقيت كيف كانت؟ مع العلم ان الزعيم جمال عبد الناصر كان حريص على انه يبني السياسه المصريه الخارجيه على مبدا النديه. النديه وهو كان يعني انشا كتله جديده يعني هو لم يكن زعيما محليا ولا زعيما افريقيا ولا زعيما عربيا ولكنها انطلقت إلى العالمية، يعني لما ينشئ مع نهرو وتيتو عدم كتلة الحيز. الحدي الايجابي وعدم الحياز ودي هي الكتلة الثالثة، بأن العالم, العالم, العالم كان عبد الناصر كان عبارة عن قطبين، الاتحاد السوفيتي بدول أوروبا الشرقية، وأمريكا بدول أوروبا الغربية، ده م. العالم، أنشأ أبو عبد الناصر طريق ثاني، ثالث بينهم الاثنين، وعمل كتلة الحدي الايجابي وعدم الحياز واستقطبت كل دول أفريقيا ودول آسيا عددها اكبر من عدد الدولتين المتحالفين مع الدولتين الكبار أم الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي لذلك هو يعني كان حصيف جدا ومعروف هو وتيتو نهره انشا كده الحد الايجابي وعدم الحياد وحتى حتى الان ما زالت قائمه حتى الان وما فيش حل تاني لمنع في السياسه الدوليه الا بان يكون للدول الناميه والدول الفقيره طريق تاني تاني ما بين الدول الكبيره اللي هي معاها السلاح النووي. امم طيب عبد الناصر ايضا اهتم ببناء القوات المسلحه في هذا التوقيت وخاصه بعد 67 وانشا منظومه للدفاع الجوي. ازاي خلال هذه الفتره استطاع انه يعمل ده؟ لا جمال عبد الناصر كان احد اهدافه في ثوره 23 يقول اقام جيش وطني قوي. مم. وبالتالي اقام جيش وطني قوي من اول ما يعني خد السلاح التشيكي ودخل حرب 56 والتسليح المصري كان قوي جدا ولكن ما حدث في 67 من هزيمه هو ما حدث لمحمد علي عندما وجهته الدول الكبرى من انه رافضين مشروعه التنموي التنويري م. لذلك الغرب رفض مشروع عبد الناصر الحديث اللي هو قامت بقاعده صناعيه ضخمه وقامت طبقه متوسطه قامت عداله اجتماعيه نعم, نعم وارادوا ان هم يعملوا ولكنه في نفس الوقت تنبه لها فاستعاد بناء القوات المسلحة وإزالة آثار العدوان من خلال إعادة تسليح الجيش المصري بالكامل م. عبد الناصر الشعب المصري رفض الهزيمة في 17 19 يونيو 1967 وطالبا عبد الناصر بالبقاء في الحكم وعدم التنحية وفي نفس الوقت كان في معركة رأس العش ومعركة تدمير المدمرة إيلات بعدها بأسابيع لكي تعلن مصر مصر الشعب ومصر عبد الناصر ومصر الجيش إنها لن تقبل الهزيمة وسوف تستعيد الأرض التي احتلت في 67 عبد الناصر خاض حرب أطول حرب في التاريخ من 67 لسنة 70 حتى وفاته حرب الاستنزاف ديت أكبر حرب كبدت العدو الصهيوني خسائر ضخمة جدا ده من خلال من خلال عبد الناصر عمل حائط الصواريخ اللي موجودة على الضفة على على الضفه الغربيه للقناه وكان بيمنع الطائرات العدو الاسرائيلي من انها تعدي مم. تعدي وهو ده برضه كان اللي كان حائط الصد مع القوات الجويه في معركه اكتوبر 73 وبالتالي كان دائما عبد الناصر يعني يسعى ان يكون الجيش المصري يمتلك ادوات الردع وده اللي عمله حاليا في التحديث ايضا مم. يعني انت حاليا لما نشتري اه نشتري احدث غواصه من المانيا نشتري حملتي طائرات مسترال عبد الناصر ومسترال السادات نشتري طائرات رافال الفرنسيه نشتري منظومه الصواريخ الروسيه نشتري الطائرات احدث طائرات في الروسيه ما معناه ايه ان احنا برضه عايزين نخلي جيشنا الوطني صحيح. قادر على الردع وقادر على حمايه مقدرات مصر وحدود البلاد صحيح. هو يعني جيش وطني قوي كان هاجس كل رئيس وطني في مصر طيب علاقة عبد الناصر بالفن والفنانين والمثقفين ودعمهم الدائم لي ودعم ليهم الدائم واهتمامه بالأثار والمتاحف ما هو ده كان آآ يعني آآ وعي عبد الناصر الثقافي ووعيه بأهمية آآ الفن آآ في تحقيق حلمه الوحدوي <applause> عبد الناصر كرجل مؤمن بالقومية العربية وكان بيدعو إلى إقامة أن تكون هناك وحدة عربية تستعيد ما فككته اتفاقية ساكس بيكو عقب الحرب اكبر عقب الحرب العالمية الأولى من أن هم يقسموا الوطن العربي إلى إلى إلى, دول عبد الناصر كان عايز يعمل مشروع وحدوي كان مشروع عبد الناصر للتأليف والتقارب بين الدول العربية والشعوب العربية كان هو الفن المصري الفنان المصري سواء كان في على مستوى الغناء على مستوى المسرح على مستوى المسلسلات على مستوى الافلام هو ده اللي وحد الامه العربيه من المحيط الخليج صحيح وكانت اللهجه المصريه هي اللهجه الاولى في كل في كل هذه البلدان العربيه وكان ودي مع طبعا ما قلنا مع المهندس والطبيب والمعلم المصري دي كانت القوه الناعمه المصريه اللي جعلت مصر فعلا هي ام العرب وقائده محيطها العربي طيب مع كل ما فعله جمال عبد الناصر خالد الذكر ومع اللي حضرتك كمان قلته دلوقتي بيشير الى ان جمال عبد الناصر كان دايما بيميل للبسطاء دايما طباعه بتميل للبساطه والعيش المتواضع زي الملايين من الناس هل كانت نشأته هي السبب في ده؟ كانت نشأته هو طبعا يعني كان عاش في القاهره متغرب عن اهله في اسكندريه عشان يكمل تعليمه ونشأته في في الكليه الحربيه كانت ناشئة برضه جافه ولكن ايمانه بالمساواه وبالعداله وبتكافؤ الفرص ومجتمع الكفايه والعدل جعلته يحاول يعيش عيشه البسطاء عبد الناصر كنا بنشوفه في خطبه وهو واقف لابس بدله المحله وحاطط ايده في جيوبه كده وكان نهب الجاكيت عامله زي البيجامه وكان دائما يلبس بقى يلبس جزم من باته ويلبس من من غزل المحلة وكان بيأكل وهو كان عنده السكر فكان حتى ما كانش يعني ما كانش شهيته مفتوحة كان اهم اكل عنده الجبنة القريش والعيش هو كان بسيط اصلا وكان بسيط وهو خلق مجتمع البسطاء وعشان كده كل البسطاء عايش في قلوبهم وفي كل وقت وفي كل تحدي وفي كل ما نقول مصر مقبلة على الأزمة تلاقي عبد الناصر جه حاضر وصوره حاضر في المجدية في الميادين وحتى الأجيال التي لم عن عبد الناصر كلها حتى الآن بتتكلم عن عبد الناصر بكل اسمه. تأكيد كل الشكر ليك يا فندم شرفتنا ونورتنا الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي شكرا جزيلا ليك شكرا جزيلا لك